أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس يعتمد مخططا لتنفيذ محورين للتنمية الاقتصادية. قالت مصادر حكومية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد مخططا للتنمية الاقتصادية في محورين، الأول على الحدود الشرقية لمصر ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس وسيناء، والمحور الثاني يعتمد على تنمية المنطقة الغربية، ويتضمن المحور الأول استكمال زراعة 240 ألف فدان شرق القناة التي تضم 4 مشروعات عملاقة في مجالات التنمية السياحية والزراعية والربط التجاري بين إفريقيا وأوروبا، بينما تقوم مشروعات المحور الغربية على استثمارات مشتركة مصرية عربية وأجنبية. إسماعيل يستكمل زيارته ل6 وزارات لوضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة. استكمل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء زيارته الميدانية إلى مقر وزارات البترول والكهرباء والسياحة والاتصالات والتضامن والآثار. وتأتي الزيارات في إطار وضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة التي تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة الأجل، وتستمر الزيارات حتى 22 نوفمبر بهدف وضع الرؤية المستقبلية وصياغة برنامج عمل الحكومة في شكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم. الداخلية اعتماد خطة تأمين المرحلة الثانية من انتخابات النواب. أكد اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن أجهزة وزارة الداخلية انتهت من اعتماد خطة تأمين المحافظات التي تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية وتشمل 13 محافظة، وأوضح أن قوات الأمن وقوات الجيش تسلمت اللجان والصناديق والأحبار وقامت بتعقيمها ومراجعتها، وكذلك تم تأمين حرم جميع المراكز الانتخابية واللجان الفرعية ورؤساء اللجان ومقر إقامتهم وتوزيع القوات حولهم وتدعيمها بخبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية. الإمام الأكبر، الإرهاب مرض فكري. قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إن الله وحده يعلم إلى أين يتجه مستقبل البشرية القريب مع عصابات الموت ومقاول الشر وسماسرة الدماء، وأكد في كلمته إلى العالم خلال اجتماع مجلس حكماء المسلمين أن الإرهاب مرض فكري. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد خريفي معتدل على القاهرة والوجه البحري والمحافظات الساحلية وسيناء ومحافظات الصعيد خلال ساعات النهار، وبارد ليلا على أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.